وينضم إلينا هاتفيا النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة النائب، كيف يعني رصدتم أبرز النقاط وأهم الملفات التي جاءت في برنامج الحكومة الجديدة؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. يعني كما ذكر السيد رئيس الوزراء في البيان الذي ألقاه أمس أن هناك تحديات ذات وجوه يعني متعددة تواجه الحكومة الحالية في طبقا لما جاء بالبرنامج الحكومة. التحدي الأول المتمثل في استكمال مسيرة المشروعات التي بدأت منذ 10 سنوات، لابد أن يتم استكمال تطوير البنية التحتية، مشروعات الطاقة، استصلاح الأراضي، تطوير العشوائيات، مبادرات الصحية ومبادرات حياة كريمة وخلافه. أيضا هناك تحديات يعني ترتبت على الأزمة، يعني الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل كبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط والفايدة وخلافه، وده أدى بارتفاع الأسعار بشكل كبير وشكل غير مسبوق وارتفاع معدلات التضخم. وأخيرا التحدي المترتب على الاعتداء الإسرائيلي على أهلنا في غزة، وده ترتب عليه يعني تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري خاصة في إيرادات قناة السويس. كل هذه التحديات يعني وضعت مجموعة تحديات ضخمة أمام الحكومة، لابد من العمل على حلها ومواجهتها. هناك مشاكل. هو ده سؤال سيادة النائب، كيف تساهم خطة الحكومة الجديدة في تخطي التحديات التي نواجهها جميعا الآن؟ يعني هناك مشاكل سريعة تؤرق المواطن المصري حاليا، تتمثل أهمها في مشاكل انقطاع الكهرباء والأسعار. السيد رئيس الوزراء يعني عقد اجتماعات سريعة بمجرد حلف اليمين واجتماعات مستمرة مع مجموعة الوزارات والجهات المعنية لوضع رؤية سريعة لحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، وبالفعل اليوم يعني بدأت هذه الخطة. وأيضا ضرورة وضع خطة لضبط الأسواق ويعني كبح جماح الأسعار وارتفاع الأسعار والتضخم للتخفيف الصعوبات على المواطن المصري. دي بدأت فعلا سريعا اجتماعات من السيد رئيس الوزراء مع الوزراء والحكومة المعنية. أيضا هناك يعني خطة سريعة يجب أن تضعها الحكومة، وهي خاصة بتتعلق بخفض معدلات الدين العام. وبالفعل موازنة الحكومة العامة هذا العام التي تم إقرارها من مجلس النواب ومن السيد رئيس الجمهورية وضعت سقف لحد الديون لحد الدين حتى لا يتم ارتفاعها. لابد من وضع خطة سريعة لتوطين وتمكين الصناعة المصرية لخفض الفجوة في العملة الدولارية ما بين الواردات والصادرات وزيادة الصادرات من المنتجات المصرية لجلب عملة دولارية. أيضا تحقيق الاتجاه نحو التصنيع الزراعي والاهتمام بالتصنيع. خلينا سيادة النائب يعني نتابع تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء النهاردة في المؤتمر الصحفي في أول اجتماع له مع الوزراء. يمكن من أبرز التصريحات الجديدة بالنسبة لنا كمواطنين فكرة وجود مجموعات وزارية نوعية، تشكيل مجموعتين وزارية نوعيتين بشكل مختلف هذه المرة. كيف ترى يعني هذه الخطوة، بالإضافة أيضا لوجود لجنة خاصة مشكلة في مجلس النواب الآن لدراسة برنامج الحكومة، يعني تأثير هذه الخطوات على أداء الحكومة في الفترة المقبلة بإذن الله؟ بالتأكيد أن بمجرد ما احنا اطلعنا على تشكيل الحكومة، مجرد تعيين 2 من السادة نواب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية السيد الفريق كامل الوزير، وللتنمية البشرية الدكتور خالد عبد الغفار، ده يدل على مدى اهتمام الدولة وهذين الملفين التنمية الصناعية وملف التنمية البشرية خاصة التعليم والصحة. والدكتور خالد عبد الغفار شغل العمل بوزارة التعليم ووزارة الصحة ولديه خبرة كبيرة في ذلك. ده هيؤدي إلى زيادة النشاط في هذين الملفين المساعد السيد رئيس الوزراء إلى تحقيق نتائج أفضل. هناك أيضا عدة علامات في التشكيل الوزاري، عودة وزير الاستثمار يدل على مدى اهتمام الدولة المرحلة القادمة بملف الاستثمار والاتجاه لجذب استثمار داخلي وخارجي بشكل أكبر، دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي والهجرة مع الخارجية، ده بداية دمج عدد من الوزارات والإصلاح الإداري، وتعيين وزير للمجالس النيابية وإضافة كلمة التواصل السياسي. فده بيدل يعني على مدى انفتاح الحكومة على المجتمع خلال الفترة المقبلة، على الحوار الوطني، على فئات المجتمع. ده يتصل أيضا سيادة النائب بتوجيه رئيس مجلس الوزراء للوزراء بحضور جلسات مجلس النواب والاستماع إلى مطالب المواطنين، كيف ترى أيضا هذا التوجيه؟
يعني مجلس النواب هو الصوت المعبر عن الشعب المصري، ولا بد من وجود تواصل مستمر ودائم بين الحكومة وبين مجلس النواب يعني وصول مطالب وصوت الشعب المصري للحكومة. أيضا يعني اتجاه السيد رئيس الوزراء لعقد مؤتمر صحفي غالبا سيكون كل أسبوع أو أسبوعين يحضروا الوزراء ويحضروا يعني عدد من المعنيين وبعض السياسيين والنواب والقوى السياسية، ده اتجاه حميد. زي ما ذكرت لحضرتك ان احنا شايفين ان اتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو التواصل الدائم مع المواطنين من خلال القنوات الشرعية للمواطنين خلال مجلس يعني النواب. اخر نقطة، كيف ترى حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري كما جاء في المؤتمر الصحفي اليوم؟ يعني زي ما ذكرت لحضرتك أيضا أن موازنة الحكومة العامة لأول مرة تضع السنة دي هذا العام في موازنة 24-25 سقف الاستثمارات وصل حوالي تريليون جنيه، هيكون عندنا فقه الأولوية الإنفاق للمرحلة القادمة. يعني سيتم العمل نحو نهو المشروعات التي اقتربت على الانتهاء وعدم بدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت لها مشروعات ذات أهمية خاصة. محدودية الإيرادات مع زيادة الإنفاق بيتطلب علينا وبيفرض علينا إن احنا لابد أن يكون عندنا فقه الأولويات في الإنفاق، وده شيء جيد. وموازنة الحكومة في العام الحالي 24-25 وضعت فعلا سقف لحد الاستثمارات تريليون جنيه فقط. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.